أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وطابت أوقاتكم من الدورة 73 لمهرجان برلين السينمائي الدولي المعقودة حاليا في برلين، والتي نتابعها بشكل متواصل سواء على شاشة قناتنا أو على منصاتنا في للتواصل الاجتماعي. بالأمس كان يوم ستيفن سبيلبرغ المخرج الأمريكي الكبير، الذي منحته إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي جائزة الدب الذهبي للإنجاز الإبداعي، لمجمل الإنجاز الإبداعي. ستيفن سبيلبرغ هو غني عن التعريف، هو المخرج الذي أنجز أكبر عدد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية المتميزة، رشح لأكثر من لما يربو 20 مرة لجوائز الأوسكار، ونال 3 جوائز أوسكار عن عدد من أفلامه. المهرجان خصص لستيفن سبيلبرغ تحية خاصة عرضت خلالها 7 من أعماله، من بينها فيلمه الأخير وهو فيلم السيرة الذاتية The Fablemans، الذي بدأت الصالات في العالم بعرضه، وهو مرشح قوي لأكثر من جائزة أوسكار لهذه السنة. لنشاهد بعض المقاطع من هذا الفيلم. Movies are dreams that you never forget. In this family, it's the scientists versus the artists. You could afford to be a little encouraging. You do what your heart says you have to. لدى تسلمه الجائزة وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل حفل تسليم الجائزة، قال ستيفن سبيلبرغ أن أسرته مع السينما ابتدأت منذ كان طفلا، وكما شاهدتم في الفيلم الذي مر من أمامكم قبل قليل، هو يروي حياته وحياة عائلته وعلاقته مع تلك العائلة التي وفرت له العديد من مفردات السرد. يقول ستيفن سبيلبرغ بأنه قرر إنجاز هذا الفيلم خلال فترة الجائحة، عندما تذكر ما كان يطالبه به والده دائما. والده كان يقول له: متى ستنجز فيلما عني وعن العائلة، وأنا الذي منحتك الكثير من القصص التي يمكن أن ترويها. فقال أنه ما يزال ذلك الطفل الذي كان، وهو ينظر إلى السينما بذات الشغف وبذات الدهشة التي ميزته منذ بداياتي. You know, the honor about a lifetime achievement award is just simply it forces me to do something I don't often do, and it forces me to reflect. And reflecting means I'm not moving forward. For me, when I reflect, it means I'm spending too much time in neutral, just remembering. But I think what happened when I lost my dad 3 years ago, and I lost my mom today. She died 6 years ago today. My mom, Leah Adler Spielberg Posner, and I think it put me into a reflective mood after mom passed away, and my father was still living. But that's one of the things, combined with the extra time I had during COVID, to really do an accounting and do look back. كما قلت، المهرجان خصص 7 أفلام لأن تعرض في البرنامج الاستعادي الخاص بسبيلبرغ. أستغرب تماما لماذا لم يختر فيلم إمبراطورية الشمس الذي أنجزه ستيفن سبيلبرغ في منتصف الثمانينات، وهو واحد من أهم أفلامه برأيي، وهو الفيلم الذي أطلق الجناحي نجم عالمي مهم ومتغير ومتنوع مثل كريستيان بيل، الذي كان صبيا صغيرا وهو يؤدي دور البطولة في ذلك الفيلم. A boy alone.